صباح الخير سان فاسبرس، مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نطرحوا مشكل تاع الرخص الاستثنائيه اللي تتمنح لمجموعه من الناقلين على المستوى الوطني خلال مناسبه عيد الاضحى. شكون اللي تعطي هذه الرخص الاستثنائيه؟ وشنو هي الجهات اللي تستافد من هذه الرخص الاستثنائيه؟ وعلاش دائما تتكون في عيد الاضحى؟ وعلاش دائما تكون في عيد الاضحى زياده في اسعار تاع التنقل اللي عملتها من الدابله الى مدن اخرى؟ من اجل مناقشه القضيه دي نستضيف سيونس بولاقه، رئيس الجامعه المغربيه للمقاولات الصغرى والمتوسطه للنقل الطرقي بالمغرب. سيونس بولاقه، ما قصير بعيد الاضحى كما قلت لك في التقديم، دائما تيتجبد هذاك الموضوع تاع الرخص الاستثنائيه اللي تتمنح لاصحاب حافلات النقل العمومي. شكون الجهه اللي تتمنح هذه الرخص الاستثنائيه؟ اولا شكرا على الاستضافه سيدي احمد. الجهات التي تمنح هذه الرخص هي المديريات الاقليميه والجهويه التابعه لوزاره النقل واللوجستيك، هي اللي كتكلف هذه المساله وكتسهر على منح الرخص الاستثنائيه للحافلات من اجل سد الخصاص ديال الركاب في الاتجاهات اللي هما بغاو يتجهوا لها. فكما كتعرفوا في الموسم ديال عيد الاضحى كيكثر الطلب ديال السفر نحو المدن بعد ما الناس كيقضيو واحد السنه دون الذهاب عند عائلاتهم. فهنا كما كتعرفوا عندنا حنايا الحافلات مرخصه لمسارات معينه. لما نرتقي بان هناك خصاص في واحد الاتجاه اللي موجود فيه الركاب، نضطروا باش ناخذوا واحد الترخيص استثنائي لحافله ما ونغيروا لها المسار ديالها باش تسد لنا هذا الخصاص داخل المحطه الطرقيه. يعني تجاه المناسبات عند الرخص الاستثنائيه تتصب حول المناطق اللي ماشي عاده تتعرف واحد الحركات طيله السنه، وفي عيد كبير مثلا تيكون واحد الطلب عليها، هادشي علاش تجي هذه الرخص الاستثنائيه. بالضبط، كتكون واحد الحركيه زائده في بعض الاتجاهات مثلا كالجنوب كدكاله كالصحراء، يعني المناطق اللي تيتم الاقبال عليها اللي تيمشيو الناس مثلا المدن الكبرى تيمشيو لهاد المناطق باش يعيدوا كما قلتي مع العائلات. بالضبط، كنضطروا حنا باش ننظموا هذه المساله مع الجهه الوصيه اللي هي وزاره النقل واللوجيستيك باش هاد الحافلات اللي كنغيروا لها المسار ديالها باش تسدنا هاد الخصاص في الاتجاهات اللي عندنا فيها عدد كبير من الركاب داخل المحطه، وباش ما يبقاش واحد الاكتضاض كذلك داخل المحطات والمسافرين ما كما كنقولوا ما يعانيوش داخل المحطات لساعات كثيره. ولكن رغم ذلك تتكون المعاناه، يعني كما في اي مناسبه عيد الاضحى خدنا مثلا مدينه الدار اذا كان مدرج تلقاو المحطه الطرقيه مكتظه، تلقاو الناس عندهم الاقبال، تلقاو ديك الزيادات في الثمن تاع التذاكر مقارنه مع السنه الاخرى، علاش هادشي تيوقع؟ لا، هي الزيادات في ثمن التذاكر كما قلت لك كتكون رخص استثنائيه، وهذه الرخص الاستثنائيه كتفرض على هذه الحافلات اللي كتغير المسار ديالها باش كتكون عندها العوده فارغه. وهذه العوده فارغه هنا كنضطروا بالتنسيق مع الوزاره الوصيه وكذا مع السلطات العموميه اللي كتسهر معنا على المحطه باش كتكون واحد النسبه مئويه في الزياده ديال الثمن ديال التذاكر اللي كتحدد بين 20 و 25% نظرا كما سبق لي وقلت لك لهذيك العوده الفارغه ديال الحافله. ولكن انا كمواطن يعني سير مع هذه الزياده دابا في الاسعار، انا تمشي مثلا لواحد المدينه في طول العام تمشي بواحد التذكره 50 درهم ولا 60 درهم، في العيد الكبير تتفرض عليه واحد 120 درهم، هذا الشيء ما تنفهموش انا. هذا هو اللي بغيت نقول لك يا اخي الكريم، دابا حنا هذه الزيادات كتكون في الحافلات اللي عندها رخص استثنائيه، اما الحافلات للرخص ديالها في المسار ديالها فهي غير مضطره. باش نعرف هذه الرخصه الاستثنائيه وهذه اللي عندنا حافله، باش نعرف انا لا باش غادي تعرف هذه الرخصه يجب ان في لي غيشي يجب على المسؤولين على الغيشيات باش يشيروا هذه المساله للمواطن. واش كاين تيشيروا؟ ضروري، حنا دابا باقي ما قمناش بالاجتماع اللي كيكون بهذه المناسبه ديال عيد الاضحى، سوف نقوم به وغادي نركزوا على عدة نقاط. هذا الاجتماع كيكونوا فيه ممثلين ديال القطاع، كيكون فيه السيد الباشا، كيكون فيه السيد مدير المحطة، كيكون فيه المفتش ديال وزارة النقل واللوجيستيك، وكنحطوا هذه النقاط كاملة وكنشيروا لها. إذا كانت الحافلة باش نأكد لك غادا في الاتجاه ديالها فتمام التسعيرة ما غتكونش فيه زيادة. أما إلا كان تغيير ديال المسار وغادي غتمشي الحافلة برخصة استثنائية فهذا لا نقاش فيه، كتكون واحد النسبة كتعطيها لك السلطات والوزارة الوصية بين 20 و 25%. نجيك لواحد النقطة مهمة ما تنساش يا أخي الكريم، هو هذه الزيادة المتكررة
ديال الغازوال راه غتفرض عنا واحد النسبه مئويه اخرى لهذه القافلات اللي غدير رحلات استثنائيه. يعني زياده اخرى يعني زيادات اخرى مضطرين المهنيين باش يديروها. ولكن حنا كما قلت سبق لي وقلت باقي ما درناش الاجتماعات باش دابا تتبشر الناس. لا لا ابشرهم. لا بالعكس بالعكس انا مع المواطن ومع الراكب لان حنا مواطنين وحنا ضد هذه الزيادات. ولكن الزيادات غادي تفرض عنا الظرفيه. حنا كنتمناو نلقاو حلول مع الناس المسؤولين ويعطيونا شي مخارج. او حنا كما سبق لي طلبنا حنا لا نريد دعما من الوزاره، الدعم المادي لا نريده. حنا بغينا تسقيط سعر الغازوال المهني، يكون عندنا غازوال مهني حنا ما غنضطروش نديروا زياده. يعني انت من الاراء اللي تقول ان ما بغيناش الدعم تتوقف للحكومات الدعم ولكن دير التسقيط تاع الغازوال. التسقيط ديال الغازوال حنا مهنيون. حنا دابا كتضيع لنا عده مداخل كتمشي لينا من هذا الغازوال اللي صبح يرهقونا اللي كيتراوح 16 درهم. هذا الشيء خطير. اش الانعكاسات على العمليه عندكم انتم كخطوط الصغيره اللي تديروا الخطوط الصغيره؟ الخطوط الصغيره تقريبا الاغلبيه ديالها شبه متوقفه. علاش؟ علاش متوقفه؟ لان سعر الغازوال ملي هذه الحافله كدير دو ديبار ولا ثلاثه وكتادي واحد 600 درهم ديال الغازوال و 700 والمدخول كيولي 200 درهم. هنا راه ولات انعكاسات خطيره. كيفاش هاد المقاولة سوف تستمر وهو المدخول ديالها ضئيل؟ ما كيتفاوتش 200 درهم حتى 150 درهم، هذا واقع، وهذا الشيء راه واقع حتى في الخطوط الطويلة مش غير القصيرة. هذا مشكل، حنا الغازوال نطالب بتسقيفه وبغازوال مهني في واحد الثمن محدد اللي نبقاو نشتغلوا به على طول السنة. وخرجوا على الموضوع ديال على المسار الرخص الاستثنائية، واش أنتم كمهنيين تتشاركوا في عملية تدبير المحطات الطرقية؟ نهضروا على محطات ولاد زيان اللي تتعرض دائما لمشاكل في خلال العده. محطه ولاد زيان ما عندناش حنا مساهمين فيها من طرف المهنيين الا على مستوى المشاركه على مستوى التدبير. هناك مشاركه هناك اقتراحات كنمدوا بها الناس المعنيين ولكن ما يمكنش لينا نفرضوا الاقتراحات ديالنا ما دمنا ليس مساهمين. حنا كنساهموا باقتراحات جاده وقوه اقتراحيه وعندنا اجتماعات مسترسله ولكن كما كتعرفوا المحطات ولاد زيان هي تابعه لمجلس المدينه. نعم. الجماعه الحضاريه ديال مدينه الدار البيضاء. هنا عندنا مشكل. الان دابا المحطه الطرقيه تدبر من طرف الجماعه. ما شداش واحد الشركه اللي غادي يكون عندها واحد الكاي دو شارج وغادي تسهر على العمليات ديال التنظيف، العمليات ديال لا سيكوريتي، النظافه، الاضواء الكاف، حنا الى اخره. حنا لولا تدخل السلطات الاقليميه وعامل صاحب الجلاله على الاقليم الحمد لله حنا دائما العماله على اجتماعات متواصله نسد بعض الخصائص اللي كاين تما من نظافه من اضواء كاشفه لمشات هذيك المحطه بحالاتها. دابا جبنا المحطه البعض تيقول بان المكان تاع المحطه مابقاش مناسب خاص يتحيد. عمره ما كان مناسب. هما النهار اليوم الاول كان اطار تشاركي مع المهنيين ومع جميع المتدخلين ما دارش ما دارش تما هذيك المحطه وسط المدينه وفي واحد الحي اللي هو يكتظ بالسكان وكذا. يا نورمال المحطه يجب تكون في جنبات ديال اقليم الدار البيضاء او جهه الدار البيضاء في واحد هذا وقريبه للطريق السيار الى اخره باش ما يكونش. انا ما عرفتش كيفاش هذيك المحطه داروها وسط هذا الاكتضاض وهذه المساله. يعني يجب مراجعه وهذا الامر باش يتصحح غياخذ وقت طويل لان محطه ماشي سهله باش تهيئ محطات. حنا كنطالبوا بعدا في الاقتراحات ديالنا باش تكون واحد ثلاثه المحطات على حساب الجهات، محطه خاصه بالجنوب، محطه بالشمال، ومحطه خاصه بالخطوط المتوسطه بحال دكاله بحال اسفي كذا بحال اسفي مراكش الى اخره باش يكون نحاولوا نسيطروا على التنظيم والنظام داخل المحطه. مادام دابا هاد المحطة اللي عندنا في الدار البيضاء ما تنساش راه كتمر الحافلات العابرة حديتو على حراج نقطة انطلاق. يعني جميع الاتجاهات كتصب في مدينة الدار البيضاء وهذا ما يصعب المأمورية ديال التسيير وما يصعب أكثر هو عندهاش مسير من شركة داخل المحطة. شكون اللي كيسير المحطة؟ الجماعة الحضرية. الجماعة الحضرية بصراحة ما عطيتش واحد الاهتمام لهذ المحطة الطرقية وهذا كيعود على المواطن وعلى المهني بواحد العشوائيه. انا بيني وبينك كون خلاو لنا غير كراج على البلديه كان تنظيما في المستوى من طرف المهنيين. رجعوا قضيه الرخص الاستثنائيه، واش الرخص الاستثنائيه تتكون غير في هذه المناسبات اللي تتعرف الاقبال على السفر ولا على طول العام؟ لا هي في ظاهر 63 في كاين واحد البند كيقول كل ما هناك تجمع من طرف الركاب وليس
وليس هناك وسيلة نقل خاصة اللي غتمشي لهذاك الاتجاه، فالسيد مفتش له الحق أن يرخص لحافلة أخرى وأن يغير مسارها ويحيد هذاك الاقتضاد. يعني الرخص الاستثنائية هي قانونيا في الظاهر 63 على طول السنة، كتجي هذه الفترة ديال عيد الأضحى اللي كتصبح بكثرة نظرا للتوالي. دابا عيد الأضحى اللي تتكون كثرة تاع الرخص الاستثنائية فعلا كتكون بكثرة، وكنتمناو هذا العام لم يتضح لنا بعد عدد السفاري واش يكون إقبال ولا ما يكونش. نعم لم نتوصل دابا لحد الآن، هناك الأمور هي عادية في هدوء وسكينة. أعتقد هي الزيادات العادية بالنسبة للحافلات اللي كتعود فارغة، وهذا بقوة القانون لأنها كتقوم بواحد العمل استثنائي. الحافلات اللي عندها الاتجاه ديالها وما كتغيرش المسار فهي غادي تبقى لا تاريف ديالها المحددة هي التي سوف تشتغل بها. غير باش نوضعوا الرأي العام كيقول لك الزيادات زادوا علينا، لا راه هذيك الرخص الاستثنائية والحافلة اللي كتغير المسار ديالها كتولي عندها واحد العودة فارغة، وهنا خصنا نسدوا لهذيك الخسارة مع هذه الزيادات المهولة اللي كاينة ديال الغازوال. إلا مشى هذا السيد بلا تاريف هو في رخصة استثنائية ورجع فارغ راه يولي قائم بعمل ليس بمهني، غيولي عمل خيري، وهنا غيكون المردود ديال المهني سوف يعيقه كثيرا. شكرا جزيلا على قبول الدعوة، متتبعي قناة سان فاسبريس، إلى اللقاء في فرصة قادمة. شكرا جزيلا.